السلام عليكم ورحمة الله. أخيرا دخلت قوات تابعة لطارق صالح المعركة ضد ميليشيات الحوثي، وهو المشروع الذي استثمر فيه التحالف منذ فترة طويلة. لكن هل سيصل هذا الاستثمار إلى الأهداف المطلوب منه تحقيقها؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من فضاء حر. طوال الأيام الماضية لم يناقش الرأي العام إجابة هذا السؤال، وبدلا عن ذلك تركز النقاش حول الموقف من هذه المشاركة متضمنا حديثا كثيرا حول أهدافها. يرى البعض أن إقحام قوات مجمعة من بقايا قوات تابعة لعائلة صالح يأتي في سياق استكمال تطويق السلطة الشرعية بقوات ميليشياوية وبغرض التخلص النهائي منها في وقت قريب، استكمالا لما حدث في عدن قبل نحو شهرين. ويدللون على ذلك بأن هذه القوات لا تدين بالولاء للسلطة الشرعية، بل تدين للقوات الخارجية التي تدعمها، وهو ما يدعم مؤشرات تكرار نموذج القوات المتواجدة في عدن. أصحاب هذا الاتجاه يرون أن من بقي يقتل اليمنيين إلى جوار الميليشيا لمدة 3 أعوام لا يمكنه أن يكون في لحظة نصيرا لهم أو واحدا منهم، وأن حربه لا علاقة لها بمشروع اليمنيين وتضحياتهم، بل بانتقام عائلي بين عائلة صالح وحليفهم السابق جماعة الحوثيين. يرى فريق آخر أن المعركة الآن يجب أن تتجه باتجاه واحد ضد ميليشيات الحوثي التي لم يبقى أحد من اليمنيين لم يلحقه منها سوء. يرى هؤلاء أيضا أن اليمنيين لا يملكون طرف الاختيار في هذه اللحظة، خصوصا وأن الطرف الخارجي الداعم للسلطة الشرعية هو من يدفع بهذا الاتجاه، وما على اليمنيين سوى الإذعان إذا ما رغبوا بالتخلص من كابوس ميليشيات الحوثي. هل يمكن الوثوق بمشروع يعمل من خارج المؤسسة العسكرية التابعة للسلطة الشرعية؟ وما أهداف إدخال قوات عائلة صالح في المعركة في هذا التوقيت؟ وهل يمكن أن تصل هذه العملية إلى أهدافها؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محل نقاشنا هذا المساء مع الصحفي فتحي بن لزرق من القاهرة، ومن مكة المكرمة الناشط السياسي الأستاذ عبد العزيز الهداشي. قبل النقاش كالعادة السؤال المشترك، البداية مع الأستاذ فتحي بن لزرق، هل يمكن إدخال قوات عائلة صالح أو اعتبارها بأنها هي فعلا معركة واحدة بالنسبة لليمنيين، أم هي معركة منفردة غرضها الانتقام فقط؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساءً. الحقيقة أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة ضد جماعة الحوثي، وهذه المعركة تتشارك فيها كل الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية والمسلحة في اليمن. لا يمكن القول في اليمن اليوم أن طرف من الأطراف معني بقتال الحوثيين وأن طرف آخر لا يمكن له المشاركة. أي طرف يمني من وجهة نظري أي طرف يمني يناوئ الحوثيين ويسعى لإسقاط سلطتهم في صنعاء أو في أي منطقة يمنية أخرى هو معني بهذه الحرب. هذه الحرب هي حرب كل اليمنيين صوب استعادة الدولة اليمنية، صوب استعادة الشرعية اليمنية، والكل يجب أن يشارك فيها سواء كان شمالي أو جنوبي، مؤتمري أو إصلاحي، حراكي، أي كان انتمائه السياسي. كل الأطراف اليمنية اليوم ملزمة بالمشاركة، مشاركة فاعلة في هذه الحرب، ملزمة مشاركة إيجابية. وطارق محمد صالح هو طرف يمني، لا يمكن إنكار الأخطاء التي ارتكبها طارق محمد صالح خلال الفترة الماضية، لكن أيضا كل الأطراف اليمنية للأسف الشديد هي من أوصلت اليمن إلى الوضع الحالي. لكن ليست المرحلة مرحلة حسابات حالية، لكن المرحلة هي المهمة، وحاليا هي مرحلة توحيد الجهود صوب استعادة الدولة اليمنية. فقط في كلمة أستاذ فتحي، في كلمة، هل معركة عائلة صالح هي معركة كل اليمنيين من أجل استعادة الدولة، أم هي من منطلق انتقام فقط؟ لا أساسا، أولا أنا ضد في فكرة توصيف عائلة صالح وما إلى ذلك. لا، نحن أمام معركة
ضد الحوثي لاستعادة الشرعية اليمنية. من سيشارك في هذه المعركة أهلا وسهلا به، من حق أي يمني أن يشارك في هذه المعركة، من حق عائلة صالح، من حق عائلة الأحمر، من حق الحراك، من حق المؤتمر، من حق الإصلاح، من حق كل الأطراف أن تشارك. وهذه معركة أساسا يجب أن لا تفرغ من محتواها بالذهاب صوب التوصيفات الخاطئة والتي تضعف أساسا الجبهة الوطنية التي يجب أن تكون متحدة ضد الحوثي. حينما يتم إسقاط الحوثي سنذهب صوب محاسبة بعضنا البعض. نعم الأستاذ عبد العزيز الهداشي. أستاذ عبد العزيز أنت أيضا نفس السؤال المشترك، هل يمكن اعتبار دخول قوات عائلة صالح في معركة اليمنيين هي ذاتها نفس المعركة التي بدأها اليمنيون من قبل 3 أعوام، أم هي بدافع انتقامي فقط؟ أسعد الله مساءكم ومساء الأستاذ فتحي بالأزرق. أولا يجب أن يكون مفهوم، نحن مع أي قوات أو قوات يمنية أو مقاومة يمنية تقف ضد الحوثي، هذا حاجة إحنا معها، لكن يجب أن تنطلق أي مقاومة أو أي قوات أو في إطار الشرعية الدستورية التي دخلت دول التحالف العربي الحرب من أجلها. ما لم فنحن نجهز لأوضاع ميليشياوية قادمة. أنا لست ضد طارق أن يدخل المعركة، لكن في إطار الشرعية، ويكون لرئيس الجمهورية أو لرئيس الدولة حق إقالته أو حق تعيينه. أما أنه يدخل يعني متمرد على الشرعية ومتمرد، فنحن نؤسس لحرب أهلية قادمة. لازم سبق وأن قلت لك ماذا لو تحررت الحديدة، سيبك من صنعاء، هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يقيله؟ سوف يصبح الأمر النهائي في الحديدة، وسوف تتكرر أحداث يناير عدن هذا العام. إذا يجب أولا، هذا رأيي، نحن مع أي قوات تأتي تحت مظلة الشرعية أو بالتنسيق مع الشرعية لقتال الحوثي. أما أنك تؤسس لك جيش خاص وميليشيات خاصة، يا أخي لم يسموا هذه القوات حتى باسم المؤتمر، سموها قوات الطوارئ كأنها تتبع شخص أو فرد. هذه القوات سوف نعاني، هي الآن القوات صغيرة وضعيفة ولا تؤثر ويتم تضخيمها إعلاميا، ولكن في المستقبل سوف يرفعوا من شأنها وسوف تصبح حجر عثرة، بدل أن تكون عونا للشرعية وللتحالف سوف تصبح حجر عثرة. ولا يمكن عندما تكبر وتتهول وتتغول لا يمكن بعد ذلك كبح جماحها. ولنا في أحداث عدن في يناير قبل 2 أو 3 شهور عضوا عبرة في ذلك. طيب أستاذ فتحي بن الأزرق، إذن الأستاذ عبد العزيز رأيه واضح، إذن هو تأسيس لميليشيات خارجة عن السلطة وربما تكون هي سبب في إعاقة السلطة الشرعية مستقبلا، ولنا يعني خير عبرة ما حدث في عدن. هذه وجهة نظر، لكن إذا نظرنا إلى القوات التي شكلها طارق محمد صالح، هي أساسا شكلت على نفس الطريقة التي شكلت فيها قوات الشرعية في نهم وفي مارب وفي تعز وفي مناطق كثيرة. هذه القوات شكلت خلال فترة الحرب وبنفس الآلية، بدعم سعودي، بنفس الآليات، بنفس الطريقة. إذا نحن إذا تعاطينا مع قضية أن هذه القوات التي شكلها طارق محمد صالح ميليشيات، فلنقل ونكون أكثر صراحة ونقول أن أيضا القوات التي في نهم هي ميليشيات وهي تابعة للحزب الإسلامي. لكن تلك القوات أستاذ فتحي، لكن تلك القوات تعلن بصريح العبارة بأنها تحت الشرعية وتأتمر بأوامر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. في الأخير الشرعية اليمنية ليست صنم يعبد، وبعض الأطراف يتهم الشرعية بأن الحزب الإصلاح يسيطر على الشرعية أو يتحكم في مفاصلها، وهذا أمر لا يمكن لأي شخص أن ينكره، لا يمكن لأي شخص إنكار أن جزء كبير من منظومة الشرعية هي تخضع لحزب الإصلاح. لذلك المؤتمريون ممثلين مثلا بطارق محمد صالح والأطراف الأخرى ترى أنها لا يمكن أن تذهب في معركة وأن تدين بالولاء لحزب الإصلاح وأن تقدم التضحيات ومن ثم يتم أو يتسلم حزب الإصلاح السلطة في اليمن. الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس والحكومة والوزراء كلهم إصلاحيين، والجيش الوطني المتواجد في كل المحافظات هم إصلاحيون، ليسوا يمنيين ولا ينتمون لأحزاب أخرى. يعني أنا أقول لك فقط مخاوف الطرف الآخر
وكيف ينظر الطرف الآخر وكيف يرى الصورة. وأنت كيف تنظر؟ أنت كيف تنظر أنت كصحفي متعب الأزرق؟ أنا أوافق إلى حد كبير أن الشرعية يتحكم فيها الإصلاح، هذا أمر لا يمكن إنكاره وهذه وجهة نظر الشخصية، لكن دعونا نقصد على هذه الجزئية ونذهب صوب لماذا لا تتحد الأطراف وتؤجل موضوع فكرة من هي الشرعية ومن يجب الاعتراف به ومن يجب أفضل. لا، أعتقد أنه اللحظة الحالية هي أن يسقط الانقلاب، أن تسقط جماعة الحوثي. في حال ما سقطت جماعة الحوثي، أنا أضمن لك أن هذه الأطراف ستتفق، لن تختلف فيما بينها البين، مهما كانت الخلافات لن تكون بحجم الخلافات مع جماعة الحوثي. الخلاف الكبير في اليمن والخلاف الأعظم والخلاف الذي أوصل البلد إلى هذه الفوضى، أوصل البلد إلى الوضع الصعب الذي يعيش اليمن، هو وجود جماعة الحوثي، غياب أي أفق للحل مع جماعة الحوثي. إذن الأطراف الأخرى ستصل بشكل أو بآخر إلى تسوية سياسية فيما بينها البين، لكن نعم. طيب. إذا غرقت هذه الأطراف في جزئية أنه عليكم الاعتراف أولا بالشرعية ومن ثم القتال، لا، أساسا حتى هذه القوات تجاوزت الموضوع. طيب. وذهبت وقاتلت، وإذا حققت انتصار وربما تصل إلى صنعاء قبل القوات الشرعية. أنا أخاف من نعم. أن القوات طيب. طارق أو الأطراف الأخرى إذا وصلت إلى صنعاء. نعم. أستاذ نعم نعم أستاذ عبد العزيز، إذن الأستاذ فتحي بالأزرق يقول بأن هذه القوات هي أنشئت على غرار ما القوات الأخرى، يعني التحالف هو أنشأ قوات في مأرب وفي عدن وفي تعز وفي كل الأماكن، وطارق يعني مثله مثل هذه القوات التي أنشئت، ويعني يبدي قال ويبدو ساخرا كما سمعت الآن بأن ربما هذه القوات ستصل إلى صنعاء قبل أن تصل تلك القوات التي أنشئت من قبل 3 سنوات. يا أخي الكريم، الرئيس عبد الرب منصور هادي يستطيع إقالة أي قائد أو ضابط عسكري في مأرب، وشاهدنا إقالة كثير من القيادات. هل يستطيع أن يقيل طارق؟ هل أصدر قرار بتعيين طارق؟ هذا الكلام يعني بعيد، يعني بعيد عن العقل والمنطق، لكن لنسلم جدلا. طبعا هو الأخ فتحي يقول أن قوات طارق هذه تستطيع الوصول إلى صنعاء قبل قوات الشرعية التي فينا. ما احنا نحن نعرف من يعيق تقدم الشرعية فينا. يا أخي، سقرت لقوات طارق الآن إمكانيات من الآليات العسكرية ما لم تسخر لبقية جبهات الجمهورية كاملة. الأباتشي على فكرة، الأباتشي لم تشارك في أي معركة سابقة ما عدا معركة عدن، لم تشارك في نهم ولم تشارك في صلوع ولم تشارك في أي جبهة. يا أخي الكريم، هناك تضخيم لطارق، عدد المقاتلين حقهم من 2500 إلى 4000 مقاتل ويتم تضخيمهم. يا أخي طارق إذا وصل إلى الحديدة خلال 2 شهر 3 شهور 4 شهور بيكون أمر جيد من الناحية العسكرية، ولكن الآن الغرض من تضخيم طارق إيجاده كمعادل سياسي لبقية الأطراف السياسية التي قاتلت منذ 3 سنوات. يا أخي الآن اللي بيحصل، قوات طارق القديمة التي رسلها إلى الساحل وإلى تعز تقاتل قوات طارق الجديدة. قوات طارق الجديدة هذا من 2500 نفر إلى 4000 فرد، هم 3 ألوية، فلماذا يتم إعطاهم هذه الهالة الإعلامية والتضخيم لهم؟ وفي تهريج إعلامي بظهر طارق وهو في الخريطة وظهر القوات وظهر كذا، لماذا يعطوا؟ لأن المطلوب دور سياسي أكثر مما هو دور عسكري ليعادل بقية الأطراف الموجودة في الشرعية. وهل تنتقص من يعني خبرة ومعرفة طارق وأيضا القوات التي لديه الآن بأنها ستكون أو سترجح الكفة وستحقق انتصارات خاصة مع هذا الدعم الكبير؟ ولن يكون لها أي دور. الآن بيعلنوا تحرير المحرر مع معسكر خالد، مفرق البرح. يا أخي الكريم، هذه القوات عددها ضئيل جدا. بالنسبة لطارق، خسر معركة في 3 أيام. أذكر، ارتكب خطأ عسكري فادح لا يمكن القبول به عندما نشر ما يقارب 800 مسلح ليدافعوا عن ميدان 70 وهو فراغ مفتوح، وفي الفراغات المفتوحة في حرب المدن إذا العدو والخصم يتفوق عليك عسكريا لا تلجأ إلى هذا، وقتلوا 500 أو 600 مقاتل في أو ما بين أسير وقتيل في ليلة واحدة اللي هي 2 ديسمبر عشية 2 ديسمبر 3 ديسمبر، نتيجة الرجل ليس لديه خبرات عسكرية.
اي جبهه قاتل، في اي جبهه قاتل وانتصر فيها سابقا، لم يكن يجيد الا سوى ارسال القناصين لقتل المتظاهرين، او عمل الكمائن مثل ما فعل عندما دخل الحوثيين صنعاء، هو الذي جهز الكمين في شملان للقضاء على القوات التي خرجت لتقابل الحوثيين في قرية القابل، هو الذي جهز الكمين، أي معركة قد اشترك فيها، أي خبرات عسكرية، حتى دراساتها الأكاديمية، يا أخي كان يحضر الكلية ويأتي مدير الكلية، احنا كنا عارفين بالموضوع هذا، يأتي مدير الكلية ورئيس عمليات الكلية، لا عنده، سلم على الوالد، سلم على عمك، بلغهم عني سلامي، هذا كل اللي كان يدرسه، يحضر مرة في الشهر يعني فقط. نعم يا أخي ليس لديك، لماذا لم يتم اختيار ضباط الحرس الجمهورية الأقدم؟ لقيادة المعارك هذا يا أخي، الحركة هذا كلها ولف الدوران لإعادة أسرة عفاش إلى السلطة، إلى واجهة السلطة. يا أخي المؤتمر الشعبي العام أصبحت حتى فيها إهانة للمؤتمر الشعبي العام، أصبحت الأسرة هذه تتوارث المؤتمر كما تتوارث يتوارث الناس المتاع. يا أخي الكريم ماذا لو قتل طارق عفاش؟ لنفترض أنه قتل وهذا أمر وارد. لا، ماذا لو قتل غدا في المعركة؟ سوف يبحثون عن أي طفل من أسرة عفاش لتنصيبه لإعطائه السلطة. يا أخي حتى اسم كلمة الطوارئ ليش ما سموه جيش وطني؟ ليش ما سموه مقاومة وطنية؟ ليش ما سموه لو كذا؟ أسموهم قوات الطوارئ. هذول لا يتبعوا حتى حزب المؤتمر، يتبعوا فرد واحد. كلام الأخ فتحي بالأزرق على أن الإصلاح يهيمن على السلطة، من أين هو رئيس الوزراء؟ من أين هو رئيس الجمهورية؟ من أين هو نائب رئيس الجمهورية؟ أغلب الوزراء من أينهم؟ أنا لا أدافع عن الإصلاح، لكن الإصلاح كم معه وزارات وهي وزارة هامشية، تصور الحزب الناصري كم عدد أعضائهم ويأخذوا وزارة سيادية مثل وزارة الخارجية، هناك إجحاف وهناك فكر مسبق ضد الإصلاح. نعم، طيب أستاذ فتحي بالأزرق، إذا العميد طارق صالح يعني ليس لديه أي خبرة في قيادة المعارك، المعركة الوحيدة التي قادها في صنعاء كانت لمدة 3 أيام وارتكب فيها أخطاء فادحة انتهت بمقتل عمه، وأيضا يعني ربما له أيضا بطولات أخرى في قتل أبناء تعز من خلال تخريج دفع قناصة فقط، أما أن لديه خبرة عسكرية أو قتالية لا توجد، والغرض من طارق هو يعني منصب سياسي لإعادة عائلة صالح من جديد للمشهد. يعني على اساس ان الجيش اللي موجود في نهم 3 سنوات وياكل فراخ عنده خبره عسكريه. طبعا النظره بهذه الطريقه نظره تسطيحيه جدا. اساسا الحرب اندلعت في اليمن وفي في جميع مناطق اليمن، وقاد الحرب اناس اساسا ليس لهم خبره عسكريه. غالبيه مقاتلي الحوثي هم مش عسكريين اساسا، يعني هم ناس مواطنين عاديين صاروا جزء من الميليشيا وصاروا يقودون المعارك ويحققون انتصارات. الناس في عدن حينما ترصدوا للحوثيين في 2015 لم يكونوا عسكريين بالمطلق، وقاد المعارك يومها، وانت مطلع والاعلام مطلع، قاد المعارك ناس سلفيين، ناس مواطنين عاديين وحققوا الانتصارات. الهدف او الاساس في الفصل في هذا الموضوع ليس ان فلان من الناس عسكري او عنده خبره عسكريه، لا. الرمزية هي في موضوع طارق بن صالح، أن الرجل كان قيادي عسكري كبير في الجيش اليمني السابق. الرمزية الأخرى أن الرجل جزء من نظام علي عبد الله صالح. والرمزية الثالثة أن الرجل هو جزء من المؤتمر، وأن يصل المؤتمر متأخرا خيرا من أن لا يصل. القضية ليست قضية أن طارق سيمسك الحكم، وليس أن الناس مع طارق أساسا. طارق هو جزء من منظومة فاسدة وجزء من تركة سابقة لها الكثير من السوء. لكن الرجل قرر أن يقاتل الحوثي، الرجل قرر أن ينظم قوات تقاتل الحوثيون أو الحوثيين، فمن المشكلة أن المجتمع يدعم المشكلة كما أستاذ فتحي، أين المشكلة يعني؟ نعم، المشكلة كما يقول الأستاذ عبد العزيز ومن هم في صف عبد العزيز أو يرون من هذا المنطق بأنها يراد لهذه القوات أن تكون حجر عثرة أمام الشرعية، تضعف الشرعية كما تم إنشاء نفس القوات في المحافظة الجنوبية، وكل هذا التخوف من ذلك. أما يعني لو كانت هذه القوات اعترفت بالشرعية ورفعت شعار اليمن والجمهورية والجيش الوطني لكان الجميع ربما يؤيدها ويقف إلى جانبها، لكنها تعمل خارج إطار الشرعية وتصل الأوامر من خارج اليمن من الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. أخي ما عاد قدش على طارق، يعني أساسا القاعدة تقاتل في مارب وفي تعز وداعش تقاتل
في البيضاء، والقاعدة قاتلت في مناطق كثيرة ضد الحوثيين، والميليشيات في الجنوب تقاتل، ويعني الموضوع أساسا مهترئ أساسا من ساسه إلى راسه. مع القضية لم يعني لا يمكن حفرها أساسا. إذا كانت بهذه الصورة، هل لا زالت اليمن تحتمل أن تنشأ قوات خارج إطار الشرعية في هذا الاتجاه وتدعم من التحالف العربي الذي يقول بأنه جاء لدعم اليمن وسعادة الدولة؟ لا، ما هيش قضية كذا، بس أساسا يعني هذه قوات أساسا عسكرية اسمها الحرس الجمهوري، يقودها عسكريون مدربون ومنظمون. لماذا يعني نقف ضد هذه القوات أساسا ولا نقف ضد القاعدة التي تحكم مناطق كثيرة في اليمن وتقاتل الحوثيين، وهي جزء يعني خلينا نكون بكل صراحة أقول هي جزء من المنظومة التي تواجه الحوثيين في اليمن. هناك لدينا مشاكل أكثر أهمية من موضوع طارق ومشاركة طارق. أنا شخصيا مع فكرة ومع قضية أن يشارك طارق وأن يشارك الحرس الجمهوري. حققوا انتصار، طيب، دحروا الحوثيين، هذا شيء إيجابي. طيب أستاذ فتحي، نعم، من الحرب. لكن للأسف الشديد الأطراف الأخرى الممثلة بإصلاح ويشترط على طارق أنه اعترف بنا أولا ومن ثم شارك. هذا منطق بليد، ولا يمكن أحد أن يعترف بأحد حتى تنتهي الحرب ومن ثم يذهب الجميع صوب تسوية سياسية الكل فيها ممثل ومنصف بشكل عادل حقيقة. يعني أقولها بكل وضوح، أنت أستاذ فتحي ربما أكثر شخص كتبت على يعني ملسنة الدولة وإنشاء فصائل مسلحة خارج إطار الدولة، وتحدثت كثير وأن ما حاصل الآن من فساد أمني وعسكري في المحافظات الجنوبية وعدم استقرار هو بسبب إنشاء هذه الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة وليست يعني جيوش وطنية. كيف يعني تقبل الآن وتعيد وتدعم إنشاء ميليشيات أخرى في الشمال بقيادة طارق صالح؟ يا أخي أنا شخصيا لا أدعم وجود ميليشيا خارج إطار الدولة، لكن ودفاعك هذا ماذا تسميه؟ لا أذكرك فقط مثلا أن الحزام الأمني الموجود في في في, في الجنوب والذي يصفه كثيرون بأنه ميليشيا، الشرعية هي من أصدرت قرار التعيين له وهي من وصفته بشكل قانوني. إذا العلة أساسا في رأس الشرعية، الشرعية هي أساسا فاسدة وفيها خراب كبير. يعني ما تجيش تقول لي مثلا ان هذه القوات لماذا لا تشارك او تشارك، لا يا اخي، اساسا الكثير من الميليشيات، مثلا اعطيك الوضع في الجنوب، الكثير من الميليشيات من صنفها او من منحها الشرعيه ومن اعطاها فرصه الحضور والمشاركه والقوه هي الحكومه الشرعيه. واليوم تاتي الحكومه الشرعيه لتقول ان هؤلاء ميليشيا، ما انت اساسا انت اعطيتهم القانون وانت اعطيتهم التفويض الرسمي. اذا لا يمكن القول مثلا انك تعطي ميليشيات في الجنوب صفه شرعيه وتسمح لها، وحينما تتمرد عليك تلقى تصفها بانها هذه متمرده وانت اساسا من منحها الحق القانوني. نعم. انا اتحدث انه لدينا وضع اساسا سيء، هذا لا خلاف عليه. ان تضاف ميليشيا مثلا لطارق او لغيره، اساسا لدينا عشرات الميليشيات. يعني ما تجيش يعني مثلا الى عند طارق تقول لا انت ميليشيا، طيب ما عندك 20 ميليشيا، ليش ما تتحدثش بنفس المنطق وبنفس لهجه الرفض للميليشيات؟ نعم. السابقة. نعم. أنا أريد خطاب واحد يكون. طيب أستاذ فتحي اسمح لي أعود. أريد أساسا أن الحكومة. نعم. يكون لها موقف حازم من كل الأطراف. نعم. حينما نرى هذا الموقف وقتها سيكون لنا حديث. نعم، سأعود لك بهذه النقطة، لكن اسمح لي أن أعود للأستاذ عبد العزيز الهداشي. أستاذ عبد العزيز، يعني كان اليمنيون ينتظرون بأن السلطة الشرعية والمجتمع الدولي والتحالف سيقدم طارق صالح للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبها وبتحالفه مع الحوثيين وقيادة المعارك في الساحل الغربي وفي تعز وفي معظم الجبهات، لكن الآن قدم بطريقة أخرى، يدعم بالسلاح، يدعم بالعتاد العسكري القوي، ويجهز ويشارك معه يعني كل القوى يعني ممثلة بالإمارات العربية المتحدة. في الجانب الآخر يتم خذلان الجيش الوطني فيه ولا يدعم، ويترك يعني للشارد والوارد حتى يتحدث عليه اللي يسوى واللي ما يسواش بالبلدي، ولا يعني 3 سنوات لا تقدم لا دعم لا شيء. لماذا برأيك؟ طيب خليني أسألك، لماذا تم اختيار جبهة الساحل؟ يعني كذا على بلاطة نجيبها. نعم. واحد، لأن الجبهات السهلة منبسطة، يسهل تقدم العربات المدرعة فيها، كما يصعب على الحوثيين عمل تمويهات وعمل يعني خنادق عسكرية قوية في هذه الجبهة. 2، يستطيع الطيران الأباتشي ضرب وقصف أي تجمعات الحوثيين بسهولة، فليست جبلية. 3، تستطيع البوارج الحربية من البحر الأحمر مساندة قوات طارق.
أربعة، لأن أصحاب تهامة مساكين وطيبين وما بيعترضوا، وطارق يبحث عن منطقة يهنجم فيها ويمارس سلطته ويمارس نخيطه يعني، فتم اختيار هذه الجبهة. إضافة إلى أن هذه الجبهة كانت تحقق انتصارات سابقا، فتم اختيار الجبهة هذا اختيار. لماذا لم يأتي من طريق صرواح؟ يتفضل من طريق صرواح خولان سنحان. لماذا لم يأتي من طريق مريس الرمه دام تأقرب له؟ لماذا لم يأتي من طريق نهم الجوف صعده؟ جبهات كثير يا أخي، اختاروا له جبهة سهلة لينة طيعة. الأباتشي أقول لك على شغلة، أتحدى أن الأباتشي اشتغلت في جبهة نهم ربع ساعة طولة ال3 سنوات. أتحدى من أي واحد يقول أن جبهة أن جبهة أي جبهة من جبهات الجوف اشتغلت فيها الأباتشي. يا أخي حتى نوعية السلاح وفروا له مئات المدرعات والآليات، وفروا له المدفعية ذاتية الحركة. طبعا المقاتلين الاخ فتحي بن الازرق يقول لديهم خبرات لانه من الحرس الجمهوري. اي معركه خاضها الحرس الجمهوري؟ حتى في الحروب الست لم يخض الحرس الجمهوري الحرب. الذي خاضتها هي المنطقه الشماليه الغربيه الذي خاضت الحروب. الحرس الجمهوري كان مجهز لجمع الشعب في اي لحظه، لجمع اي تمرد شعبي، لجمع مظاهرات. ما هي المعارك؟ أنا أريد أن أسأل الأخي فتحي، ما هي المعارك التي قادها الحرس الجمهوري؟ لم يشارك في أي معركة، وبالتالي الحرس الجمهوري من ناحية الخبرة العملية لا يوجد لديه أي خبرة. طيب أوكي، كان المفروض تعطي القيادة للأولوية للقدماء، لكن الإصرار على واحد من أسرة عفاش الغرض منه سياسي. كم عدد المدرعات الآن؟ 75 مدرعة التي منحت لطارق. كم عدد المدرعات التي منحت لجبهة تعز؟ حوالي المجهز لجبهة طارق 60 دبابة لوكلير، الآن استلم منها الدفعة الأولى 8. كم عدد الدبابات التي في تعز؟ كم عدد القذائف التي منحت التحالف العربي لتعز؟ حتى في نهم يا أخي عدد القذائف محدودات. الطيران الذي بيشارك حتى في نهم وفي صرواح هو الطيران الحربي، وهذا يقصف أهداف ثابتة ولا ينفع في حالة تداخل الجيوش والاشتباكات. الذي يحد الطيران الذي له دور حازم في المعارك عندما تشتبك الجيوش هو الطيران العمودي فقط. نعم. الآن هو الغرض حتى الآن ما يجري هو عبارة عن تهريج إعلامي وتهويل وتضخيم، وطارق راح وطارق جا وصور وشيلات وقصائد وتمجيد البطل الخارج الجراندايزر مش عارف كيف. يا اخي حصل تعاطف مع اسره عفاش عقب مصرعه او قتله، حصل لهم التعاطف الشعبي، وانا واحد من الذين تعاطفوا مع هذا. لكن ما ان ظهر طارق حتى عادوا الى ضلالهم القديم، الرجل الوحيد امل اليمن، ابن اليمن البار، هذا تمجيد طيب الاشخاص كانت في الستينات. استاذ عبد العزيز، ولماذا يعني كل هذه اللغة التي تنتقص فيها من طارق ومن الدور الذي يقوم به؟ يعني ما دام بيشارك في معركة كما يقول الكثير، بيشارك ضد الحوثيين ويقاتل الحوثيين، إذن أهلا ومرحبا به. أهلا ومرحبا به، يدخل الساحة وعندما يحرر الجراحي والتحيته ما يرجعش يحرر المحرر. الآن كل الدعاية محرر خالد بن الوليد ومفرق المخا وكل هذول كان مناطق ساقطات عسكريا. يا أخي يتحرك عندما يحرر منطقة، وللأسف الشديد يسرق انتصارات وتضحيات الأخوة من المقاومة الجنوبية أو من التيار السلفي الجنوبي، يسرق انتصاراتهم الآن. تمجيد، تضخيم، تكبير. يا أخي تفضل، الميدان قدامه وبدعم، وإحنا سوف نبارك إذا دخل، لكن قبل ما يدخل المعركة. وهذا التهويل، تتذكر التهويل اللي كان قبل 2 ديسمبر وحتى يوم الثاني والثالث من ديسمبر؟ يا أخي أنا أشفق على المقاتلين الذين تحت قيادته. هؤلاء المقاتلين يقودهم رجل غر، ليس له تجارب ولا دراسات أكاديمية، ليس له خبرات قتالية. الأخ فتحي بن الأزرق يقول أن الحوثيين مقاتلين عاديين. الحوثيين صحيح مقاتلين عاديين، ولكن تقودهم خبرات قتالية من الضاحية الجنوبية إلى طهران، بينما الذي بيقود القوات هذا رجل ليس له تجارب وليس له خبرة. يا أخي فيه مثل يقول أعطني نعم.
يعني اي 100 جندي اعطني جيشا من الخراط يقودهم اسد، ان يكون لك جيشا من الخراف يقودهم اسد خير لك من جيش من الاسود يقودهم خروف. يا اخي الرجل ليس لديه خبره، ليس لديه معرفه، اي معركه قاتل فيها؟ طيب اوكي انا اشفق عليهم. طيب خبرات الحرس الجمهوري هذا ان ظهرت. طيب استاذ عبد العزيز، اعود للاستاذ فتحي بن الازرق. استاذ فتحي بن الازرق، اذا كما سمعت الاستاذ عبد العزيز يقول بان يعني للاسف هناك هالة إعلامية كبيرة ترافق طارق صالح، وهو يعني ليس بذلك القائد الذي يستحق كل هذا التمجيد وكل هذا التضخيم، وأيضا الانتصارات التي يروج لها بالأمس واليوم هي يعني مواقع كلها قد سقطت ولم يحقق شيء. واستدل بالمثل الذي يقول يعني كما ذكر، يعني إذا كان هناك خرفان يقودهم أسد ستنتصر، أما أن يكون هناك يعني شجعان وأسود ويقودهم خروف ربما تفشل المعركة، في إشارة منه لطارق صالح وقيادته لهؤلاء المقاتلين، ما رأيك أنت؟ الحقيقة أن القضية ليست قضية تهويل إعلامي أو ما شابه، لا، القضية أن الناس في اليمن بشكل عام سئموا الحرب وملوا الفظائع يعني التي ارتكبت خلال الحرب، الإخفاقات، الوضع الإنساني، كل المشاكل اللي حاصلة في الحرب تدفع الناس للتعلق بأي أمل، بأي هالة، بأي تحرك لإنهاء الوضع وإنهاء الحرب. لذلك حينما تحرك طارق محمد صالح، اليمنيون بشكل عام تفاعلوا مع الموضوع ليس لأنه طارق، لا لا بالمطلق، الناس مصابة بخيبة أمل من الجيوش القرارة التي ترابط في جبهة نهم وفي صرواح وفي عشرات الجبهات الأخرى. لذلك الناس باتوا يدعمون اي تحرك، اي تحرك، حتى حينما تحركت المقاومه الجنوبيه في الساحل الغربي قبل اشهر كل اليمنيين دعموا. لماذا لم يستمر الدعم للمقاومه الجنوبيه استاذ فتحي؟ المقاومه الجنوبيه حققت تقدم كبير في الساحل الغربي وحتى وصلت الان الى حيث، ولا زالت المعركه مستمره. اذا ما الداعي ان تاتي بطارق صالح الذي يعني طيف كبير واسع في اليمن يعني يرفض يعني تواجده ويرفض أن يكون قائد ويقدم لليمنيين على أنه منقذ، وتواصل هذه القوات التي أتت من الجنوب هذه المعركة حتى تصل إلى الحديدة ويتم تحريرها؟ ما الداعي أن تأتي بهذه القوات وكان هناك قوات موجودة وأبناء تهامة موجودين ويقاتلون في هذه المناطق؟ المقاومة الجنوبية قدمت الكثير في صعدة وفي تعز وفي الحديدة وفي مناطق كثيرة، لكن أساسا هذه معركة اليمنيين بشكل عام. اليمنيون بشكل عام مطلوب منهم المشاركة، لا يمكن ولا يعقل أساسا أن نقول لأبناء الجنوب اذهبوا وحرروا الشمال من صعدة إلى ميدي إلى الحديدة، لا بالمطلق، المعركة هذه يمنية وطارق وقواته أرادوا المشاركة. دعونا ننتظر، يعني لا نستبق الأحداث فيما يخص قوات طارق ولا نستبق الأحداث فيما يحدث في منطقة الساحل الغربي وفي موزع، دعونا ندعم هذه القوات مهما كان حدة الخلاف. أنا شخصيا كجنوبي أكره طارق محمد صالح، أقسم بالله أنا أكره هذا الرجل وأراه يعني ارتكب فظائع كثيرة، لكن لكي تنتهي الحرب، لكي ينتهي هذا الألم وتنتهي هذه الفوضى وينتهي كل ما يحدث في اليمن، أنا مجبر أن أنا أقول لطارق تفضل وتوكل وربنا يوفقك ويوفق كل القوات اليمنية التي تحارب الحوثي. نعم نختلف مع طارق محمد صالح، نختلف مع أطراف كثيرة، لكن المرحلة تستوجب أننا ندعم كل توجه يمني. لماذا لم يأتي أستاذ فتحي هذا الدعم الذي تحدث عنه؟ نعم. لماذا لم يأتي هذا الدعم للجيش الوطني في نهم؟ لماذا؟ سؤال أريد منك إجابة واضحة. القوات الحاصلة في نهم أساسا دعمت، وهذا أمر لا يمكن لأي مخلوق أن ينكر، لا يمكن لأي شخص أن يقول أن التحالف العربي ممثلا بالسعودية لم يدعم هذه القوات. نحن شاهدنا خلال 3 سنوات آلاف في الدبابات. هل شاهدت كاسحات ألغام واحدة في ميدي؟ هل شاهدت مدرعة واحدة أو دبابة واحدة في نهم؟ هل شاهدت يا فتحين نكون منصفين، نكون منصفين، نتحدث بإنصاف. أنا إعلامي وأنت إعلامي، والله العظيم أننا شاهدنا أسلحة وصلت إلى مأرب، يعني كم هائل من العتاد. طيب أين ذهب هذا العتاد؟
هل اعيد للسعوديه مثلا؟ انا قبل ثلاثة أعوام في البدايه حقيقه فعلا كان هناك قوات لكنها توقفت، وتوقف هذا الدعم الا من يعني الذخيره العاديه التي لا تتقدم ولا تتراجع. ابقوا مكانكم. هل الاسلحه الثقيله التي دعمت بها السعوديه قوات الشرعيه في مارب هل اعيدت الى 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 طيب يا فتحي مثلاً؟ هل سيبك من استاذ فتحي يقول هذا الكلام. نعم دعك من نهم والجوف وبقيه الجبهات. تعز التي هي الان بجوار المخا، تعز التي تحررت عدن قبل عامين ونصف، تعز التي هي الان القوات على مشارفها وتمنع من الدخول، يتمنى ابناء المقاومه في تعز حتى مدرعه واحده، حتى دبابه واحده لكي يتحركوا فيها في شوارع تعز. حينما نتحدث عن تعز، أنا شخصيا أقر بأن تعز خذلت من الجميع، خذلت من الشرعية، خذلت من الأطراف الداخلية المقاومة، وخذلت أيضا من التحالف. تعز موضوعها سياسي صرف، هناك صراع سياسي بين الأطراف الداخلة في إطار الشرعية، وهي ترى تعز ساحة للصراع السياسي. حينما نتحدث فيما يخص موضوع تعز، سأكون منصف أقول لك نعم تعز خذلت، وتعز تحارب من الحوثي وتحارب ايضا من الشرعيه وتحارب ايضا من التحالف. لكن انا اتحدث بشكل عام عن الجبهات الاخرى. هناك دعم سخي للتحالف فيما يخص الاسلحه على الاقل في موضوع مارب وميدي وحتى مناطق الساحل الغربي. نعم. عامه ليست القضيه من يملك السلاح ومن لا يملك السلاح. قضيتنا اليوم في اليمن بشكل عام هي كيف يمكن ان نسقط هذا الانقلاب، وكيف يمكن ان ندعم كل تحرك يمني بالكلمه بالسلاح بكل جهد لاسقاط هذا الانقلاب. حينما سيسقط هذا الانقلاب انا اضمن لك ان اليمنيين سيصلون الى حل، لكن اليمنيين لن يصلوا ولو بعد 1000 سنة الى اي حل مع ميليشيا الحوثي، لن يصلوا الى اي تسويه سياسيه مع هذه الجماعه. لذلك دعونا ندعم كل جهد، ندعم الاصلاح، ندعم المؤتمر، ندعم الحراك، ندعم المقاومه الجنوبيه والتهامية وكل الأخرى. يعني كلامك ربما 90% مع كلامك، ونحن مع كلامك. الجميع يدعو بان يتوحد اليمنيون لانهاء هذه المعركه، لكن هذا الطرف هو الذي يرفض حتى الاعتراف بالشرعيه، يرفض بان يكون جندي من ضمن الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه التي تقاتل من ثلاثة اعوام، وكان يقاتل بصف الحوثي، ويعلن اعتزازه بأنه يعمل تحت إمرة صالح الصماد وعبد الملك الحوثي، لكنه يرفض حتى الاعتراف بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. طيب عظيم. الشرعية تتحدث بهذا المنطق، لكن هل تجرؤ الشرعية مثلا أن تتحدث على الدور الإماراتي أو أن تضع إصبعها في عين الإمارات؟ طبعا لا تجرؤ. إذن طالما هذه الشرعية الهشة لا تستطيع أن تقول كلمة رافضة للدور الإماراتي في اليمن الذي هو أساسا دور داعم لطارق محمد صالح، فلا يمكن أن يتحدث الصحفيون ولا يمكن أن يتحدث المواطنون. والشرعية أساسا هي من يمنح طارق القوة، والشرعية هي الإذن، يعني طارق يستمد قوته من الإمارات، الإمارات تستمد حضورها وقوتها من إدارة رئيس هذه من الشرعية. يعني الإمارات لم تنزل من السماء ولم تظهر من باطن الأرض. طيب. الإمارات دخلت بتفويض من الشرعية، طالما الإمارات الشرعية ترى أن الإمارات تجاوزت خطوطها لماذا لا تحدث الشرعية؟ طيب أستاذ نعم أستاذ فتحي نعم وضحت هذه الفكرة. نعم أستاذ عبد العزيز الهداشي، إذا الأستاذ فتحي يقول هل تجرؤ الشرعية أن تقول بأن للإمارات أنت كل وراء هذا الخراب الحاصل في اليمن، أنت وراء هذه الميليشيات التي تنشأ خارج الدولة، أنت سبب ما آلت إليها الأوضاع في اليمن؟ في المسلمين ومن هذا الزمان على الفتى الحر أن يرى عدوا ما من صداقته بده، وأعتقد فيه شاعر يمني عرضها ومن نكد الزمان على الفتى أن ترى عدوا قد صار فيك محكما. الشرعية هي أضعف من أن توجه اللوم والعتاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم ظهر هناك بعض الوزراء منهم وزير الداخلية، منهم وزير النقل، منهم نائب رئيس الوزراء يوجهوا اللوم على الإمارات، لكن الشرعية بهيكلها الكامل لم تجرؤ حتى الآن على توجيه اللوم والانتقاد والعتب. لا نقول الاعتراض لكن مجرد لوم وعتاب، لم تجرؤ على توجيه اللوم على يعني للإمارات نتيجة ضعف وهشاشة الشرعية. طيب تصريحات أستاذ عبد العزيز،
تصريحات وزير الخارجية وقبلها نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري وأيضا وزير الدولة صيادي، كل تلك التصريحات ألا تصب في هذه النقطة التي تتحدث عنها ويتحدث عنها فتحي بأن الحكومة لم تجرؤ أن تقول بأن الإمارات هي وراء هذه المشاكل في اليمن؟ التصريحات هذه تصريحات غير رسمية، يعني عندما يقوم وزير بكتابة منشور على الفيسبوك، المفروض الحكومة يعني بتتقدم إما إلى مجلس الأمن أو تتقدم إلى قيادة التحالف، هذا اعتراضي على الإمارات. أما تصريحات قدام كاميرا تلفزيونية أو منشور على الفيسبوك أو حتى مقال في تويتر أو تغريدة في تويتر، هذه لا يعد بها، ويمكن للوزير يطلع اليوم الثاني يقول حسابه مخترق. يجب حتى تصريحات نائب رئيس الوزراء واستقالة عبد العزيز جباري هي تأتي في هذا الإطار، ولكن الأمور هذه لا تمشي من هذا الباب الإعلامي. الأمور السياسية تتم عبر الدبلوماسية، ما عبر شكوى لمجلس الأمن الدولي بالإمارات أو عبر طلب رسمي من قيادة التحالف الممثلة بالمملكة العربية السعودية، تقول الإمارات نشتيها تنسحب، الإمارات نشتيها تتوقف، الإمارات نشتيها كذا. أما عبر التصريحات لا، الشرعية هي أضعف. طيب وضحت من أن تقوم بهذا. نعم. الشيء وضحت هذه النقطة. أستاذ فتحي بالنزرق في الدقائق الأخيرة فقط، هل تتوقع بأن هذه القوات وهذا الدعم الكبير الذي يسخر لطارق صالح سيحقق الأهداف يعني التي يأمل منها التحالف العربي على وجه التحديد الإمارات؟ نتمنى أن تتحرك هذه القوات ونتمنى لها التوفيق، هذا ما نستطيع أن نقوله، لكن في الأخير هو الانتصار الذي يمكن لهذه القوات أن تحققه ويعتمد أساسا وبشكل كلي على حجم التعاون بين الأطراف اليمنية المناهضة للانقلاب في اليمن. في حال يعني نجحت هذه الأطراف في توحيد الهدى، في توحيد رؤية السياسية، في توحيد العمل العسكري فيما بينها، أعتقد أنها ستنجح وستطرد الحوثي. لكن طالما ظلت هذه الأطراف مشرذمة وتتصارع فيما بينها البين، ويذهب كل طرف لعرقلة طرف آخر والتقليل من انتصاراته، أعتقد أن الحوثي سيظل قاسم على صدر اليمن لفترة من الزمن لا ندري ما هي. لكن عامة نحن كيمنيون همنا الأكبر أن هذه الحرب تنتهي وأن الإنقلاب يسقط وأن الحكومة الشرعية تعود وأن تعود اليمن إلى وضعها السابق. فعلا اليمن ككل الناس تعبت من هذا الوضع، ولا يوجد أي حل في اليمن إلا أن الإنقلاب هذا يسقط وتذهب الناس صوب تسوية سياسية تضمن لكل اليمنيين حقهم في المشاركة بما فيهم الحوثيين وكل الأطراف. طيب أستاذ عبد العزيز الهداشي، أيضا سؤال أخير الآن، يقول البعض أن يعني هذا المشروع الآن الذي يراد من قبل التحالف العربي ممثل بالإمارات العربية المتحدة هو إعادة اليمن إلى ما قبل 11 فبراير، برأيك هل فعلا سيعودون باليمن إلى ما قبل فبراير وهل سيقبل اليمنيون ذلك؟ أول ثانية أفتحي بالأزرق، أنا لديك دقيقة أستاذ عبد العزيز حتى تجمل إجابتك. المطلوب هل يستطيع طارق أن يبتسم قبل، أسيبك من الاعتزال الشرعية، هل يستطيع طارق أن يعتذر للشعب اليمني ولذوي الضحايا ولذوي القتلى؟ هل يستطيع أن يعتذر عن ما اقترفت يداه من قبل؟ أما أن المطلوب مننا أن نسامح، يا أخي كلم الأمهات التي فقدت أبنائها على يد قناص الطارق، كلم الزوجة التي فقدت أزواجها على يد قناص الطارق، كلم هذا، هل يسامح طارق؟ ولماذا لا يظهر طارق يعتذر يقول أنا كنت غلطان في الفترة السابقة وأنا أعتذر لكل من ضريناهم؟ هذا الذي نشتيه كمدخل للمصالحة. طيب. الاعتذار والاعتراف بالخطيئة مدخل للمصالحة. إجابة سؤالي باختصار شديد لو سمحت، هل يستطيعون أن يعودوا في اليمن إلى ما قبل 11 فبراير؟ التاريخ لا يعود إلى الخلف، لا يعود إلى الخلف، حتى لا يعني قد يتغير السيناريو وقد يتغير لكن شكرا. نفس الأشخاص بنفس أسرة عفاش، التاريخ لا يعود إلى الخلف. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ عبد العزيز الهداشي، والشكر أيضا لرئيس تحرير عدن الغد الأستاذ فتحي بن لزرق كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام،
ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.